هي اللي قالت كده. شو ما انا قالت لا، قلت لها ليه؟ قالت لي في الوان بتتحط بتلفت نظري اكتر من اللازم، وبيجي بعدها تصرف معين في مسلسل الكرتون. انت حضرتك قلت لي ان التصرف ده مش كويس، فيبقى هم بيلفتوا نظري الدفع، عشان كده الناس دي مش كويسه وبتقدم حاجات مش كويسه وعايزه توصل لي معلومه مش كويسه. ومع الوقت بدات تحكم مش بس على الدراما، على اعلان لو جاي تقول لي لا هيوصل كده انا مش عايزها. لما نيجي بقى عند نيلي هانم ايه ده ايه ده الصغيره ايه ده ايه ده دي اللي عندها كام سنه اللي قالت لك دي، كده كانت ساعتها في اولى اعدادي. في اولى اعدادي بتتفرج على كرتون، اه فقالت لك بيعملوا بيستعملوا الوان ليه؟ هو فهمتها نقاشات يا فندم، قلت لها بنتناقش يا فندم. ما انا هقول لك يعني نيلي بقى الصغيره دي اللي هي 4 سنين دلوقتي بتسالني، شافت حد لابس حلق، راجل لابس حلق، هنا دي. ايوه تمام. بابي هو انت ليه مش بتلبس حلق؟ هقول لها عشان انا راجل. طب ما هو راجل لابس حلق، يعني مش ده اجابه الرد مش منطقيه المنطقي. خالص. فقلت لها يا حبيبتي هو في بلده وحسب الدين بتاعه مسموح، في ناس مش كلنا، مش كل الناس في العالم زينا، في ناس عندهم ده عادي، احنا في هنا في مجتمعنا وتابع ديننا اللي احنا بنصلي، لان هي بتصلي معايا فعارفه الصلاه وبتاع، ف ده بيبقى عيب. يعني احنا عندنا الولد ما يلبسش، لو لبس حلق يبقى عيب. قلت لها لكن عند ناس تانية عادي، بس احنا مالناش دعوه بيهم ومش هنعترض عليهم، هو ده، هو مصدق ده. ولسه بقى باخدها في نقاشات بعد كده كتير، ما ترميش المساله وتمشي، لكن بتبقي حريصه. هنا فجرتي ايه؟ 3 حاجات مهمه. أنت لك عاداتك وتقاليدك التي لا يجب أن تكون هي الموحدة في عموم الكون، وهناك غيرك له عاداته وتقاليده تفرض أمور أخرى غير اللي حضرتك واخدها دوجما عندك. دون الغلط في الآخر، قبول الآخر، قبول الآخر، زرعتي عند الطفل أن ثمة آخر يمكن أن يختلف عني كليا أو جزئيا، وعلي ألا أرفضه بشكل عنيف بقدر ما أستوعب ان دي عاداته وتقاليده، ولكن انبهه ان انا ده بره عاداتي وتقاليدي، فخلينا في مساحه مشتركه. هنا انت بتاخدي، طبعا انا مش هقدر اخد معاها كل الماده، لكن هنا هي فتحت مدخل معين ببدا اعمل لها. ده اللي اتعامل مع اندي ومع جمانه، بعمله مع نيلي تاني دلوقتي. فما بتبدا تشوف ده وتدور، تمام، هتشوف. طيب لو شافت، سوري يعني انا اسف بس اعتقد الحلقه تبقى للكبار، فممكن نقول يعني لا، يعني انا بشوف بقارن، معلش بتكلم باريحيه معاك. لو انا عندي بنت وقالت لي بتاعه ايه، ولا طبعا ودول غلطانين ومالكيش دعوه بيهم الناس دي بتاع، يعني انا على طول هبقى فاري، مش اجريسيف، مش اجريسيف عليها، اجريسيف للموضوع اللي احنا بنتناقش فيه، لان انا رافضاه تماما. بص اتجاهك. انا شوف عقليتي انا تختلف عنهم ازاي، شوف حضرتك موديها فين، وانا متربيه ازاي اللي بيها ده بيبقى رد فعلي. اتجاهك العنيف، العنيف، موقفك العنيف تجاه الموقف، مش تجاه الشخص، الطفل، مش تجاه الشخص او تجاه إيه، لا، او ما حدش يتكلم في الموضوع ده كله. سيدفع بالطفل للفضول لاستكشاف الاخر اللي لا مش الاخر، ايه انفعال حضرتك خلاه الموضوع ده في حاجه، هيبدا هو يدور من وراكي. اولا خسرتي كذا حاجه، خسرتي انه علم على المساله انه مش هيكلمك تاني في الموضوع عشان تنفعلي. ايوه. وسيسعى لمعرفه الاجابه بذاته بدون سند حواليه سابقه في الخدمه. الله اكبر. رحنا فين؟ لا رحنا كده باي باي. معلش بقى تسمحي لي انقل بقى نقله عنيفه شويه بس في نفس الاطار. لو احنا بنعمل، انت سالتيني اول الحلقه مش فين دراما الطفل؟ فين الطفل من الدراما؟ لو احنا بقى خدنا كل ده وراعيناه في شخصية الطفل اللي هتبقى موجودة في دراما الكبار، تمام تمام تمام، ويبدأ الأب والأم يشوفوا الحدوتة بتاعتهم في إطار هرد إزاي وأعمل إزاي بدون خطب عصماء. على فكرة الاتجاه العالمي دلوقتي أكتر، مفيش حاجة اسمها أطفال بس وكبار بس غير عند سن معين، يعني 4 5 سنين اوكي ليه حاجه، بعد كده في حاجه اسمها الفاميلي دراما. ودي اللي يا ريت نعملها في مصر. دراما العيله، اللي الطفل قاعد
والأب والأم والإخوات الأكبر والجد والجدة قاعدين، وكل منهم يجد لنفسه مساحة في الدراما التي يشاهدها، فيحصل إيه حضرتك؟ الحقوا ده مسلسل كذا جاي، العيلة تتلم، نبدأ نرجع ولو ب10%، نرمي شوية الموبايل اللي كلنا بنتجمع برضو بنفس وكل واحد مع موبايله. لا احنا هنا بس ما تقولش والنبي بنتجمع، ده حتما ان ده هو احنا بنتجمع بس ده مش تجمع. ما هو احنا كل واحد عايش في عالمه. فيزيكالي احنا موجودين يعني بنحجز، يعني بنشغل حيز من الكتله في الفراغ في هذا المكان سويا. احنا مع بعض انسانيا. لا يا فندم. طيب لما اعمل الموضوع يشدني فيتحط الموبايل على جنب، استنى بقى نشوف المسلسل ده، فيحصل ايه؟ وبدون تأفف من الأب والأم أو الإخوات الكبار، لأن خدي بالك الطفل الأصغر دايما بيبقى شايف الأكبر منه، وبالذات لو كان فرق السن كبير شوية. هو يعني مع أندي مثلا النموذج عندها الأيديا عندها بابي ومامي، خلاص ما عنديش غيرهم. لما جت جمانة بقى عندها بابي ومامي وأندي، لأن الفرق 6 سنين. فطبعا جمانة نيلي بقى الفرق بينها وبين أندي 20 سنة وبين جمانة 16 سنة. فحضرتك بقى عندها بابي ومامي وأندي وجمانة، أربعة مراجع واخدهم قدوة. فلازم نبقى احنا فاهمين ان لما احنا بنتفرج حتى لو العمل فاميلي دراما وبنتفرج عليه، لو نيلي سألت نحاول هنتأفف. على فكرة مش هقدر اقول ده مش هيحصل، بيبقى جايين وفينا اللي فينا وبتاع. طب اسكتي دلوقتي، حتى لو انفعلت لازم اعلم نفسي، تعالي نيلي انا اسف انفعلت عليكي، معلش بس يا حبيبتي انا مضغوط. كلمة اسف سمعتها فتعلمت. الله، الكبير لما غلط وزعلني جه اعتذر لي، يبقى انا كمان لازم اعتذر. كلمة اسف. لما كل اب عنده بنات في البيت يحاول يجرب كده، يقول لها تعالي يا هانم، اسمعي بقى يا هانم، لما البنت تكبر على انها بتسمع من باباها كلمة يا هانم وتفهم يعني ايه مع الوقت كلمة يا هانم، احساسها بذاتها وتقديرها لذاتها هيكون شكله ايه. على فكره مش معنى كده انا مش بقول، يعني انا مثلا في شهير عندنا في الاسره مثلا، جمانة دي كائن يجنن بلد. تمام. فبقيت اقول لها تعالي يا زفته، لا مش زفته، انت صغيره، انت زفيتته. بقينا بنضحك لدرجه ان هي لما اقول لها تعالي تقول لي انا مش زفته انا زفيتته. حتى لما لو انا بنفعل وبقول كلمه غير لائقه اخليها بطريقه هزار. ده بقت هي بتطالبها عشان بتعرف ان ده صمام الامان، ان انا فكيت بابي كده. اتفك من الغضب اللي هو في اول ما قالها ونهزر. ما هو على فكره المثال من اشهر الاعمال الدراميه، هو مش دراما تلفزيونيه ولا سينمائيه، لكن من اشهر الاعمال الدراميه اللي طرحت ده على فكره بشكل راقي جدا، لان الاستاذ طبعا سك على بناتك وسك على بناتك. فؤاد المهندس. طبعا شيء رائع. انا كل ما بتفرج على هذه المسرحيه اقول لنفسي بص على بناتك، صاحبهم، اعرف وتعامل. ان البنت لما الولد يمكن بياخد على وعنيف وعايز يعمل، ممكن الاب يعمل. طبعا انا هتكلم في موضوع لازم شيء بالشيء يذكر، لان خلاص احنا يعني احنا ما فيش تابوز دلوقتي، ما فيش حاجه تابو خلص. يعني الحاجه اللي ما كانتش المفروض تتعمل نقول لا ده ما كانش المفروض يعمل. ما الفرق بين عملين مهمين جدا جدا جدا، ثلاثه، لا ده انا هقول لك اربعه كمان، بين سك على بناتك والعيال كبرت ومدرسه المشاغبين، التابوز المحطوطه اللي احنا كلنا حافظينها وتمتعنا بيها والحقيقه وايكونز ودمها خفيف جدا وكل حاجه، بس ما فعلته في المجتمع اثرها. انا عارفه انا بحط حضرتك في مزنق صراحة. بس انا سعيد. يعني مش مشكله، بس انا دايما انا ما بحبش يعني ما بحبش دلوقتي انه الناس تحوش الكلام عشان خاطر عشان حد ما يزعلش كده. احنا بنتكلم بمنطق وبعلم وبنقد بناء وبنعمل، وما فيش مانع ان يبقى في غلط حصل ونعيد صياغته ونقول لا ده في كان حلو في كذا ووحش في كذا.
فده لا يقلل من العمل. لا طبعا. هقول لحضرتك حاجه بين قوسين كده ولازم بس لازم اقولها ويا ريت المشاهدين يركزوا فيها قوي. ايوه. قريت بحث من فتره لخبط لي حياتي. بيقول ان الانسان كانت معلوماته عن نفسه وعن الكون بتستحدث او تتبدل، قد تتبدل 180 درجه كل 500 سنه، بعدين بقت كل 200 سنه، بعدين بقت كل 100 سنه. ها ها ها. النهارده حضرتك معلوماتك عن نفسك وعن الكون وعن علاقتك بالكون بقت بتتغير كل قد ايه؟ تخيلي كل 24 ساعه. لا لا ده الرسمي. ما هو كل 24 ساعه بتاخدي داتا، لكن لا اكشوال فعليا كل بتتغير كل 18 يوم. واو. كل 18 يوم بتغير، بقول ان اللي انا كنت فاهماه ده غلط او يا مش اللي هو فهم. التلسكوب اللي طلع اول امبارح ده عمل ايه؟ عمال يكشف ايه؟ انت عماله تاخدي ايه ده؟ لا ده تكون مش كده بقى. لا ده تكون كده. الله ده انا عشت عمري كده. الله لا مش كده. هو في مين جابني هنا؟ عارفه محمد صبحي في المسرحيه دي الشهيره؟ الله الله مش عارف ايه هو كده. فالنهارده اصبحت يعني بقيت اسال نفسي، هو انا لو عملت فكره مسلسل جديد واستنيت 18 يوم ما قلتكش بقت الفكره ممكن تبقى اوت اوف ديت؟ خاصه لو بتتكلم في اشياء معلومات علميه او معلومات. يا استاذ حقيقي. تمام. فالنهارده لو طبقنا ده دي بس نقفل القوس بقى ده. لا ده بوينت مهم جدا. خد بالك يا انسان يا ربي الحياه بتتغير حواليك. فبالتالي ده رد مثلا حضرتك انه ما بقاش في تباهات. لا ما فيش تباهات في اي حاجه خالص. انت غصب عنك بتدخل لك داتا وداتا مثبته. ما اصل التلسكوب اللي طالع الفضاء ده بيجي صور حقيقيه. يعني مش بيعمل حاجه فوتوشوب، بيجي فانت قال ايه ده. تمام. طيب نرجع بقى للمساله. طبعا سكر بناتك اعتقد لو انا مش مخطئ لاحقه لمدرسه المشاغبين والعيال كبرت. وقد تكون هي بقصد او دون قصد هي الرد عليهم. مدرسه المشاغبين مع كل جمالها، انا واحد من الجيل اللي بسبب مدرسه المشاهدين حضر وقع في المدرسه في ثانوي. سوري مدرسه المشاغبين حضرت وقع في ثانوي ان في طالب عايد ثانويه عامه ثلاث مرات فخلاص ضارب فدخل على نظر المدرسه زق المكتب بتاعه في الحيطه وزنقه. وانا نفس الطالب اللي كنا في ابتدائي لو كنا نزلنا زمان في رمضان نلعب في الشارع وشفنا المدرس معدي بنستخبى في مدخل البيت. بنستخبى ورا عشان ما يشوفناش، من خوفنا منه. عشان ما يشوف، مش خوف. عشان ما يشوفنيش وانا بلعب في الشارع. احتراما وطبعا. فاهمه؟ لا وخوفا كمان بقى، يعني ازيدك من البيت شعر كمان وخوفا. هي دي النقطة بس أنا كنت معترض عليها إن كانت أوفر شوية في المرحلة دي، لكن جابت نتيجة إلى حد. تمام. فأنا نفس الطالب ونفس الإنسان اللي شاف الموقفين. كان بينهما مدرسة المشاغبين. أوف. تمام يا فندم؟ فكرة هناخد حاجة صغيرة عشان ما نخشش قوي. العلم لا يكايل بالبتنجان. انت متخيلة على مدار السنين هذه الجملة أهانت العلم في نظر الطلبة اللي بيدرسوه قد ايه؟ طبعا على مدار أجيال وأجيال. ففي سقطة شديدة تربويا دراميا. ضحكنا وبسطنا وحاجة يعني ما فيش احلى من كده ولغايه دلوقتي تتفرج عليها بتسخسخ. لا وبقت في مفردات حياتنا. مفردات حياتنا. وهنا بقى نقف. هنا بقى المشكله. نقف. اللي بيقول ان الدراما اصلها مالها، انتوا بتتهموا الدراما ليه؟ كام افيه بتقوله في حياتك وبالبلد زي المصطلح الجديد اللي بيقولوا عليه، انا لفظ انا بسمعه بقشعر بس يعني اللي هو بيقول عليه القلش. بقى مبني على كام مصطلح مستقى من الدراما؟ معظم الحاجات. يبقى الدراما ازاي ما لا لا بتقصر طبعا اكيد ده اكيد. في 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 معسكر كده بيقول لك الدراما مش مسؤوله. لا لا لا, لا, لا مسؤوله لا طبعا. تمام. فادي مدرسه المشاغبين. العيال كبرت من ساعه ما انا اقول على بابايا. طبعا الاستاذ سعيد صالح أعشق ورجل مش ممكن طبعا، ولكن كان هو البطل اللي قال الجملة دي. أيوة. إن أنا قبلت إن أقول على أبويا رمضان بطيخة بقى مش عارف إيه رمضان أبو السكري. لا لا أبو صورة. لا رمضان بطيخة بقى حبيبي مش عارف لما كان بيتريق على الجواب.
فرمضان بطيخة ازاي اجرؤ ان اقول ده على ابويا؟ تمام. فدي اعتقد مساحة محتاجين هنتكلم فيها كمان شوية ونشوف المسألة دي ماشية ازاي. وان يكون الاب قاعد ويضحك وسط ولاده قبل الاهانة. تمام. ما هو انا يعني حصلت واقعة شهيرة عندي في حياتي، يعني كنت مسافر احدى الدول فما بيحبوش المصريين، فجابوا سيرة مصر فسنة سنة فراح متكلم عن رئيس الدولة. ومش في العصر يعني في المرحلة السابقة عن دلوقتي، لان احنا من ساعتها كنا مش عارفين نسافر ولا نظبط الدنيا يعني. فقلت له عفوا ستوب. قال لي طب ما انت معترض على حاجات كتير في اللي بيحصل. قلت له اعترض، انا اعترض، انت لما اسمح لك بده بعد شوية هتهني انا. طبعا احنا كمصريين بينا وبين بعض جوه نقول اللي احنا ما. زي الاف اهو برضو من ضمن الدراما الاف الشهير بتاع الاستاذ خالد الصاوي، اسره مع بعض شينا. كم واحد بيستخدمها؟ ادي دراما بقت في الحياه. احنا مصريين اسره مع بعضينا، نقول اللي احنا عايزين نقوله مع بعض، نعترض على بعض، نعمل اللي نعمله في بعض ونغير، عشان احنا بنغير بيتنا مع بعضنا. انت حضرتك دي بلدك، اتكلم في بلدك زي ما انا ما اتكلمتش في بلدك، خليك في بلدك. ما اتكلمش عن بلدي ولا عن رئيس بلدي ايا كان هو مين، حتى لو انا مش عاجبني كل اللي هو بيعمله. لا مالكش الحق انك تتكلم. انا كمصري اقول، لان انا اللي تابع ده، لكن انت ليه؟ لانه لو ادركت ان سكوتي على ده بعد شويه هيكون بتبعيته اهانه مباشره ليا انا، بقى لازم نفوق يا جماعه. طب هديلك خطر في بالي دلوقتي، يعني مثلا الحاجه اللي انا متذكراها دلوقتي مؤخرا اتعملت، مثلا خلي بالك من زيزي. اتفرجت عليه. اهو في طفله، اهو طفله. ويعني ايه رايك؟ انا مش عايزه اتكلم مشهد مشهد ولا السياق الدرامي ولا، بس انا بكلمك على الموضوع ان هم حطوا الطفل بيعاني من شيء ما، عنده مرض نفسي ما اتعالج، ايه رايك فيه؟ انا اولا اعجبت انا مبدئيا انه الطفل اتزق في اي حاجه، يعني انا ده بالنسبه لي يعني كان انجاز ان هم يحطوا طفل في الموضوع، والطفل قائم عليه دراما كبيره في الـ في الـ يعني لا هو الموضوع موضوعها هي انا عارفه، بس جابوا في الموازي ليها طفله عندها نفس الحاله اللي عندها، وازاي هي حاولت ان هي اتعالجت الى حد ما بطريقه معالجتها للبنت دي. بصي يا فندم، ايه رايك؟ المسلسل اولا من حيث حداثه القضيه اللي تم تناولها اللي ما كانش حد بيتطرق ليها كتير، ده اولا موضوع. طريقه طرح القضيه بالشكل الانساني ده قبولها للاخرين وقبول الاخرين ليها مع بعض الرفض من ناحيه والمعاناه اللي تمام. ولكن الطفل في المسلسل ده هنا في نظري معلش يعني لم يكن اكثر من تردد لماضي البطله علشان اوري هي طلعت ازاي من وهي صغيره وصلت لهنا النهارده، فكان لازم اوري هذا المعادل الموضوعي الدرامي لمعاناه طفله وصلت في الاخر لكده، فجبت طفله. ده وجهة نظري، ممكن أكون مخطئ. تمام. لم يكن إدخال الطفل كهو الأساس. مش لا مش بتكلم في هو الأساس. مش لا عشان أدخل الطفل في الدراما مش لازم يبقى هو الأساس، ولكن يكن قائم بذاته وليس ترددا لأحد الشخصيات. يعني في فيلم لطيف قوي أعتقد اسمه فاذرهود. أب زوجته توفت بقى هو وبنته. هو وبنته. ده عشان بس اوضح الشكل اللي اقصده. الاب ومعاناته يا عيني مع طفله هيعمل بيها ايه ويربيها ازاي، وبالذات الرجال مع البنات في تفاصيل كتير بتقولها لامها مش صحيح. عنده حدوته مشكله. لكن لم يكن هو المحور، لان الدراما هنا اتبنت على هنا بقى لما نتكلم في هندسه الدراما ازاي تهندسي امورك صح. الطفله هي بقت الطرف الاخر في الدراما. هنا
هي ليست تردد للأب ولا تردد لأي شخصية ماضيها أو حاضرها أو مستقبلها، هي في حد ذاتها طرف بيوزن الدراما. هنا لما حضرتك لما بتتكلمي وبتطالبي مسألة إن أشوف الطفل في الدراما، لازم أشوفه كطرف. زي مثلا ده نقول مثلا إمبراطورية ميم مثلا. آه مثلا. المراحل كلها من أول الطفل لغاية المراهق الكبير البتاع. وكل واحد بحالته. وكل واحد بحالته، دي برضو حلوة التوليد. حلوة دي. ولكن طبعا لم يتم إفراد المسألة أو لأن كان الخط اللي او القاطره اللي بتقطر العمل الفيلم كله علاقه احمد مظهر بفاتن حمامه، السيده فاتن حمامه، فاهمه؟ لكن تم افراد مساحه كافيه لكل شخص او طفل من الاطفال العائله انه يتحدث عن حياته. هنا بقى معلش عايز الم بقى الموضوع ده كله. تمام. ان حضرتك النهارده بقى عايز تعمل دراما، على فكره حتى لو اكشن بالمناسبه. يعني ايه حتى مش لو مش معنى كده ان انا لازم اعمل دراما اجتماعيه بالمناسبه يعني. يعني ايه اجيب طفل ويبقى في اكشن في الموضوع؟ اوكي طيب. لان الحياه انا دايما بقولها في كل وقت وكل مكان، الحياه ليست مونوتون، ليست خط واحد. انا وحضرتك قاعدين كده، حضرتك عندك 10,000 حاجه بره بتدور في دماغك وانت بتكلميني غصب عنك ومركزه عشان احنا بنعمل اللي احنا بنعمله دلوقتي، بس هتخلصي معايا وهتشوفي حياتك اللي مليانه تفاصيل تانية، منها ما قد يكون المؤلم وما قد يكون المفرح وما قد، وربنا يبعد اي حاجه مؤلمه طبعا، لكن يعني اقصد الحياه خليط من ده. تمام. فلما بنعمل ده فبناخد الميكس، زي ما هي ميكس احداث هي ميكس اعمار. فاهماني؟ يعني النهارده لو هتكلم عن ام مطلقه اللي هي المجتمع طلقت فالمجتمع يروح مديها الختم معروف تبعياته. طب ما هي انسانه من حقها تتجوز. هو لسه جديدة. في الحكايه دي؟ يو لا ده لسه النهارده انا قاري حاجه عجيبه جدا. يعني لسه في الختم لا ده لا في بتاع في لا لا في عريس وقع كده لسه قريتها قبل ما اجي، عريس جوزوه اللي هو الجواز بالتوكيل قال لاهله شوفوا لي واحده وبتاع ومش عارف ايه، فجوزوها له فبعتها له فهو ما شافهاش، ففي المطار وهو طبيب شافها لا انت تخينه مش هستلمك بالنص مش هستلمك. هو انت بقى جاي طرد من اي شركه توصيل طلبات يا حبيبي؟ ويعني ايه بنت بلدك؟ بلاش يا اخي ده باسمك، مراتك على فكره على اسمك يعني مسؤوليتك، بلاش ست من بلدك في غربه سايبها. طبعا بقيه الخبر بيقول انه اللي في المطار لموا لها تذكره الرجوع ورجعت. ما هو اللي في المطار دول لموا لها على ايه؟ اكيد شافوها بتعيط، بداوا يسالوها عرفوا الموضوع. اوف انت سبت اللي مكتوبه مكتوب كتابك عليها مش هستلمك تتخينه؟ دي ممكن تتعمل دي قصه طبعا. ده لسه النهارده. قصة لها يعني تبعيات طبعا والبنت وصلوا لها وبدأت تتكلم وتقول يا جماعة أنا مش تخينة زي ما هو بيقول وأنا وأنت طبيب، أنت اتعلمت في أنهي كلية طب؟ سوري يعني أنت متأكد؟ أنا شخصيا محتاج إنه حد يراجع شهادته أو يراجع دماغه كلها الصراحة. دماغه كلها انا الحقيقه مش عايزه انهي الحلقه عجباني جدا ومخمخاني قوي 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 قوي. اسمحي لي حاجه اخيره لا سريعه يا ريت. الاخ الطبيب ده اللي عمل ده نتيجه ايه؟ نتيجه ان احنا بقالنا اكتر من 10 سنين 90% من الاغاني اللي بنسمعها احنا اختلفنا يلا بالسلامه، انت مش عجباني يلا روحي بالسلامة. كل الميديا حواليكي بتقولك العلاقات الانسانيه ملهاش قيمه وسهل وبيعين. جدا تقلب وتبيع وتعمل طبعا. برضو الدراما والفن ملهمش انعكاسات في المجتمع، ادي الاشكال اللي كانت نتيجه ده اتشكلت قناعاتها. طب انا عايزه اعمل حلقه تانية مع حضرتك ليه بقى ان شاء الله؟ يعني ندي مساحه مثلا شهر كده ونعمل حلقه تانية، بس عشان يبقى في تسلسل الموضوع. احنا
اتكلمنا النهارده عن درامة الطفل واهمها. وقبل ما قبل ما نتكلم على درامة الطفل، احنا اتكلمنا يا جماعه على حاجه مهمه جدا اسمها الطفل. دراما بقى حطيتها في دراما، حطيتها في جمله مفيده، حطيتها بتحكي شيء بيحدث لك شخصيا لاطفال حواليك. ده في حد ذاته دراما، الدراما اللي احنا عايشين فيها في الحقيقه يعني. اسمحي لي حضرتك حاجه صغيره بس، معلش. ما هو الطفل بتاع النهارده ده بعد 20 سنه هيبقى هو المجتمع بتاع بكره. الراجل، ما هو ده الراجل اللي هيبقى مش طفل. احنا بنتكلم عن المجتمع نفسه، نفسه بالظبط كده. بلدنا ومجتمعنا رايح فين؟ طيب انا عايزه اعمل حلقه عن بقى الدراما الاجتماعيه المصريه، حلقه ناخدها بقى من الجلده للجلده، نتكلم عنها ونتكلم على اعمال حضرتك اللي حضرتك نفذتها بالفعل. و اللي انا عارفاه انه اصل احنا ممكن ايه نعمل اشياء بالحب زي ما بيقولوا، ده يتعمل كذا وده يتعمل كذا، واحنا حاطين سيستم لنفسنا كده وقواعد لنفسنا في عمل العمل الدرامي. ولكن العمل الدرامي عشان ينتج ويتعمل ده له دراسات معينه، له حاجات رسم بياني زي ما بيقولوا، فين ازاي بدايته نهايته، كل حلقه بتتقفل ازاي، المشاهد بتتعمل ازاي، امتى تعمل البيك بتاع الموضوع، امتى تعمل المشاهد المهمه جدا وتعمل عليها سبوت، الحلقه لازمها كم مشهد مهمين، هل مشهد واحد هل مشهدين، الموضوع بيتاخد بطريقه غلط. قبل ده كله حضرتك انت قبل ما بتبدا ده انت عايز تروح بيه فين؟ فين اساسا الهدف الرسالة؟ عشان تحدد الرسالة دي عشان كلها تحدد الخطوات دي. ما عشان كده انا عايزه اعمل حلقه بتخص الموضوع ده عشان نبقى بنتكلم بطريقه علميه ونقدر نفيد ناس تبقى قاعده نفسها تشتغل الشغلانه دي، يمكن لو اتنين تلاته يعرفوا الموضوع ماشي ازاي. بشكرك جدا استاذ محمد، نورتنا ومسي على وقتك اللي حضرتك افدتنا بيه. بشكرك جدا جدا. كان معاكم ومعانا الكاتب كاتب السيناريو وايضا الناقد محمد رشاد العربي. يا رب الحلقه تكون عجبتكم، وانتظرونا الاسبوع القادم وفي نفس الميعاد وبرنامجكم تفانين. الى اللقاء.